ما طبيعي يا معتز، الإعلام هيكبر البرنس والناس مستعدة تستقبل أي حاجة اليومين دول، وأكتر حاجة عليها مشاهدة هي الخرافات. هو متلقح قدامي اهو، اتفرج بقى هيجيله تليفونات قد ايه، ده يمكن كمان يسيب رقم تليفونه في الكنترول او يطلعه له على الشاشة. ده اللي الناس بتشكك فيه. طب اقفل انت بس دلوقتي يا استاذ مهتاب، اعرف بس هو بيقول ايه. كلام الحق الذي لا يأتي ماشي. بالباطل. سلام. الجن زي الانس بالظبط، فيهم المؤمنين وفيهم الكفار، فيهم الاخيار وفيهم الاشرار. هو الجن اصلا ليه اسماء؟ نعم نعم، مثلا ابو الزوابع زوبعه، ابو محرز الاحمر، ميمون ابا نوح، والملك شمهورش. شمهورش؟ اقفلوا لنا الزفت ده يا بنتي، بنتك ما هيش ناقصه. يابا ده الشيخ شمس اللي جالنا قبل كده، ما انتش فاكره ولا ايه؟ دجال ونصاب وما يعرفش ربنا. واللي حصل في البلد، اللي حصل للناس، بقى التلفزيون بتاعنا بعد ما كان بيجيب ناس حلوة دلوقتي بيجيب الدجالين والمجرمين. يا على ده زمن. يا الله يرحمك يا عبد الناصر. يا عبد الناصر مات يا بنتي؟ ما هو عبد الناصر هو اللي بنى التلفزيون، بس أيامي بقى كانوا بيجيبولنا حاجات حلوة على الآخر، كانوا بيجيبولنا نشرات أخبار محترمة، وكان بيجيبوا أغاني للست أم كلثوم وأفلام للست فاتن حمامة، وكان ما يخشش التلفزيون ولا يتكلم فيه إلا الناس المحترمين وبس. دلوقتي التلفزيون اتفتح على البحري، يا ساتر، هيهبلوا الناس ليه أكتر ما هي مهبولة. على استعداد للقيام وأمام الجميع. بقولك إيه، هو أنا لو طلبت منك إن أنت توديني للشيخ شمس توديني؟ ليه؟ اللي ليه؟ عشان يشوف اللي جوايا ده ايه بالظبط. يطلع لك العفريت يعني اللي جواكي؟ يطلع لي العفريت. مش انت قلت انك سعيدة بي؟ انت بدون يا صابر، هو في حد في الدنيا يبقى سعيد وهو حاسس ان في روح مخفية عايش جواه؟ انت؟ انا ايه؟ عشان لو مش سعيدة بي زي ما انت بتقولي كنت هتروحي تكملي علاج مع دكتور فاروق؟ لو في حد هيعالجني يبقى شمس، مش دكتور فاروق بتاع المجانين ده. طب لو انا مش موافق بقى على الراجل النصاب ده؟ يبقى انت اللي تعالج.